بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله راح نتكلم اليوم عن برنامج الجدول واللي يسمح لك أنك أنت تسوي جدولك الدراسي أو جدول المواد إن كنت معلم أو كنت طالب. بالبداية نلاحظ أن في زر فوق على اليسار، هذا الزر بإمكانك أنت تقفل تحرير الجدول أو ممكن أنك أنت تعدله، بمعنى أنك لو حاطه مكفول فأنت ما تقدر تجري أي تعديل على هذا الجدول، بمعنى لو ضغط مثلا على يوم الأثنين الحصة الثانية تبي تغير ما راح تقدر تغيرها. أما لو فتحت تحرير الجدول فبإمكانك أن أنت تغير الجدول، مثلا إذا بتغير الحصة الأولى في يوم الأحد نضغط على المربع اللي فيه الحصة الأولى وعندنا الإمكانية أن احنا نضيف مادة جديدة أو نفرغ الخانة لو كان فيها مواد. طبعا الواضح أن المواد التي تدرسها لا يوجد مواد، راح نتعلم شلون احنا راح نضيف هذه المواد. فعندنا فوق زر اللي هو زر settings، هذا الزر يتيح لنا بالبداية ان احنا نختار بداية الاسبوع متى يبدأ الاسبوع عندنا، فأيام الاسبوع كلها موجودة. فلو ترضنا ان الجدول او الحصة تبدي من يوم الاحد فاحنا اخترنا يوم الاحد. ايضا نقدر نختار عدد الايام، عدد ايام الحصص او الجدول او عدد ايام الدوام في الاسبوع، فمتاح لنا من اول يوم الى السبعة ايام بمعنى اسبوع. نقدر نختار عدد ايام العمل او عدد ايام الحصص، الحصص هذه في الاسبوع. اما بالنسبة لعدد الحصص في اليوم فبامكاننا نختار من 1 إلى 10 لو اخترنا مثلا احنا 7 حصص. ايضا يتيح للبرنامج ان انا أغير أوقات بداية ونهاية الحصص، فأقدر أضغط على وقت بداية ونهاية الحصة فراح ألقى مثلا الحصة الأولى تبدي من الساعة 7:30، لو أنا كنت بغيرها فأقدر أخليها من 7:30 أو من 8 مثلا، من الساعة 8 إلى مثلا الساعة 8:45. وبعدها أرتب طبعا باقي الحصص على أساس هذا الاختيار اللي أنا حطيته أو أنا عدلته. فمثلاً الحصة إلى 9:45، لنفرض مثلاً هني من 9:45 إلى الساعة 10:30، كلها افتراضات طبعاً، هذه من هني من 10:30 إلى الساعة 11:15، وطبعاً من 11:15 اللي هو موعد الحصة الخامسة إلى الساعة 12، ومن الساعة 12 طبعا لاحظ أن من تصير الساعة 12 تقلب مساء إلى الساعة 12:45، وبعدها من 12:45 إلى 1:30. فهذا هو اليوم الدراسي ووقت وقت بداية ونهاية الحصص. طبعا لو حبينا نضيف المواد اللي إحنا ندرسها راح نضغط على المواد التي تدرسها وبعدها نضغط على أضف مادة جديدة. فمثلا المادة ولنقل مثلا وسائل، ونقدر نحط دكتور عمار مثلا الصف أو القاعة 121 مثلا، ونقدر نختار لون لهذه المادة وليكن مثلا اللون الأزرق. نضغط حفظ، فهذا يحفظ لي ان مادة وسائل دكتور عمار هي من المواد الموجودة. لو حبيت اضيف مادة ثانية مثلا الحاسوب دكتور عمار، لو حطينا القاعة 125 مثلا وغيرنا اللون حطيناها اللون البرتقالي فهذه مادة اخرى ادرسها. لو حبيت اضيف مادة ثالثة ولتكن مثلا اللغة العربية، وإذا حطينا مثلا أستاذ عبد الله مثلا الصف أو القاعة مثلا 150، ولو نبي نحطها باللون الأحمر تلاحظون هي تنضاف كلها. لو بغيت أضيف مثلا اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية ومحاضرها هو دكتور مايكل مثلا، وهذه موجودة في قاعة 200، لو حطيناها باللون الأزرق أو باللون مثلا العنابي فتنضاف. وبالتالي احنا ضفنا 4 مواد ندرسها في هذا الفصل. فلاحظوا ان الآن تغير المواد التي تدرسها هي 4 مواد حاليا. أما بالنسبة لحقل التنبيهات
فأنت ممكن أنك تشغل التنبيهات في حال بداية قبل الدرس، يعني لو شغلت التنبيهات راح يوصلك تنبيه قبل بداية الدرس. طبعا تقدر لو حطيت قبل بداية الدرس أنك تختار نبهني قبل بداية الدرس مثلا بعشر دقائق، أو ونغمة التنبيه طبعا تختارها، ممكن تختار نغمة جرس المدرسة أو النغمة واحد، نغمة اثنين، ثلاثة، أربعة أو خمسة أو ستة، عشان نعيش أجواء المدرسة نختار نغمة جرس المدرسة. أما التنبيه قبل نهاية الدرس، لو أنت كنت معلم وتبي تنتبه يعني قبل نهاية الدرس، فممكن أنت تختار نغمة قبل نهاية أو نبهني قبل نهاية الدرس، وممكن تختار مثلا خمس دقائق أنه ينبهك قبل انتهاء الدرس خمس دقائق. فهذا بالنسبة لي التنبيهات، لو أنت حاب تشغل التنبيهات عشان لا تنسى مواعيدك أو مواعيد الحصص. أيضا تقدر تغير الثيم شكل الجدول، فالشكل هذه الأشكال المتوفرة إحنا الأساسي حاليا مختارين. لو حبينا نختار مثلا الأزرق، فممكن جدولنا يكون باللون الأزرق، فراح يتغير الجدول معاي إلى اللون الأزرق. لاحظوا تغير معاي إلى اللون الأزرق. طبعا أنا لو كنت ضايف بعض المعلومات في الجدول، لنفرض عشان أوريكم على سبيل المثال، لو كنت ضايف مثلا هني يوم الأحد مادة وسائل دكتور عمار، لاحظوا أنه راح تظهر مادة وسائل عند دكتور عمار. طبعا أنا أقدر أغير الجدول وأضيف فيه لأني مو حاط القفل فوق. لاحظوا لو الحين قفلت وجيت بغير ما راح أقدر أغير، فلازم أفتح القفل اللي فوق بالأيقونة اللي على اليسار وبعدها أضيف. طيب لو أنا الحين الجدول اللي أنا سويته مثلا أبي أغيره، مثلا هذا الجدول أنا سويته بالغلط وأبي أغيره، فأقدر أروح عن طريق تفريغ الجدول بالكامل وأضغط بعدها على زر تفريغ الجدول، ولو رجعنا حق الجدول راح نلقى ان الجدول خلاص انمسح وراح كل شيء فيه وما عاد فيه المواد اللي موجودة في الجدول. طيب بالنسبة للتقويم الدراسي، فأيضا البرنامج يوفر لي التقويمات الدراسية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي ومع مصر طبعا. فلو اخترت مثلا الكويت راح تطلع لك بدء دوام جميع العاملين في جميع مراحل التعليمية اللي هو يوم الأحد، بدء دوام تلاميذ الصف الأول ابتدائي. فهذه هي رزنامة أو تقويم الفصل الدراسي في الكويت، يعني طبعا إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني اللي هو بتاريخ 14/5/2017. لو اخترت مثلا السعودية أيضا راح يطلع لك التاريخ بالهجري وبالميلادي. لو اخترت الإمارات راح يطلع لك التاريخ. فهذا كله يوفر لك يا البرنامج. طبعا الباقي الأيقونات لو أنت احتجت مساعدات عن طريق طريقة الاستخدام، فممكن أنت عن طريق المساعدة أنك شلون دخل محتوى جديد لجدولك، فهذا يعلمك شلون نضيف محتوى جديد في الجدول. لو كنت حاب تضيف مادة أو محاضرة جديدة ممكن أنت تضيف أو تتعلم شلون. لو أنت تبي تغير يوم بداية الأسبوع تقدر تغيره ويعلمك شلون تغيره. لو أنت مثلا تبي تغير عدد أيام العمل أيضا تقدر تغيرها. في حال حبيت تغير عدد الحصص في اليوم أيضا هناك أيقونة توفر لك هذا التغيير. لو حبيت أنت تغير ستايل الثيم أو شكل الجدول أيضا. لو أنت حبيت تضيف جدول إضافي، مثلا لو أنت تبي تضيف جدول مثلا للفصل الأول وجدول للفصل الثاني، فراح نتعلم أيضا بعد شوي شلون نضيف جدولين مو جدول واحد. طبعا ممكن أنت يعني تبلغ ربعك عن هذا البرنامج إذا كان البرنامج عاجبك طبعا، وبدك إن باقي الناس يشوفون هذا البرنامج، فتقدر إنك تخبر أصدقائك عن برنامج الجدول، ويتيح لك اختيارات إما عن طريق المسج أو الإيميل أو مثلا الواتساب، أو تنسخ الرابط وتدزه حق ربعك. لو أنت حاب تعلن مع هذا البرنامج يعني يوصل إعلانك إلى 500,000 معلم ومعلمة، فممكن إنك أنت تنشر إعلانك في برنامج الجدول لو كان عندك إعلان. طبعا هذا عن التطبيق، يعني علمك التطبيق برعاية من أو من يدعم هذا التطبيق اللي هم مكتبة الدعوة بالروضة وفريق جوال الخير. أيضا هناك تطبيقات أخرى لهذا البرنامج أو لهذه الشركات اللي هو الذكرى الحكيم مع تطبيق بنات وتطبيق حسنات، هذا اللي هو تطبيقات فريق جوال الخير. طبعا التطبيق كله تطبيق الجدول من برمجة وتصميم الشخص أو المطور اللي هو ساعد أبس،
فهذا كله موجود او معلومات عن البرنامج. فيه زر السيتنجز طبعا او ايقونه السيتنجز. طيب لو حبينا احنا نضيف جدول اضافي، يعني هذا الجدول الرئيسي اللي عندنا، لو احنا حبينا نضيف جدول اضافي جدول اخر، فممكن نضيف او نضغط على الايقونه اللي بجانب زر سيتنجز اللي هي علامه الزائد مع شخصين، فنضغط هذه وبعدها البرنامج يسمح لي ان انا انشئ ست جداول او اضيف ست جداول حدي. فاحنا حاليا عندنا الجدول الرئيسي، لو حبينا نضيف جديد جدول جديد وسميناه مثلا جدول الجدول الفصل او جدول الفصل الثاني، فلو سميناه جدول الفصل الثاني. لو حبيت تضيف صورة ايضا بامكانك ان انت تضيف صورة، بعدها طبعا تضغط على حفظ، فانت ضفت جدول الفصل الثاني. لو حبيت انت تغير اسم الجدول الرئيسي فممكن تضغط على زر تحرير وبعدها تضغط على جدول الفصل الاول مثلا فحفظ. طيب احنا حاليا موجودين على جدول الفصل الاول، لو انت حاب تغير الجدول اللي موجود في الفصل الثاني فممكن تضغط على جدول الفصل الثاني، راح يطلع لك علامة صح عليها وتطلع لك علامة صح وارجع. فهذا جدول الفصل الثاني، لاحظوا ان التنسيق تغير، فانت لو حبيت تغير الثيم فحاليا هو الثيم الاساسي، لو حبيت تحطه مثلا باللون الاخضر اللي هو جدول الفصل الثاني فجدول الفصل الثاني راح يظهر باللون الاخضر. ايضا لو تلاحظون الاوقات ردت نفس الاوقات القديمة، مو نفس الاوقات اللي انا سويتها على الجدول الاول، فمعناته لو حبيت تغير الاوقات راح ترجع بنفس الطريقة الى settings، ومن settings طبعا تقدر تغير الاوقات اللي هو وقت بداية ونهاية الحصص، وعن طريقه طبعا تقدر تغير الاوقات. طيب لو احنا حابين نضيف بعض المواد نتأكد ان القفل فوق مو شغال، فلو ضفت مثلا يوم الاحد سويت الجدول، او لاحظوا ان ايضا لو حبيت اضيف المواد، المواد اللي تدرسها هي موجودة في الفصل الاول فقط، فمعناته لو انا حاب اضيف مواد جديدة ايضا ارجع لزر سيتنجز واختار المواد التي تدرسها واضيف مواد جديدة، اما عن طريق السيتنجز بنفس الطريقة هذه، او لو انت حاب تضيف من الجدول نفسه فممكن ان انت تضغط مثلا على الحصة الاولى يوم الاحد راح تلقى ان ما عندك مواد تضيفها، فتضغط على اضيف مادة جديدة ولتكن المادة مثلا اللغة الفرنسية، مثلا اللغة الفرنسية مثلا دكتور هنري مثلا، فتختار مثلا اللون هذا، فانت اخترت اللغة الفرنسية دكتور هنري. لو انت حاب تضيف ايضا مادة جديدة ولتكن مثلا تاريخ دكتور حمد مثلا، تضيفها باللون الاخضر وتضيفها ايضا في الجدول. لو حبيت تضيف ايضا تاريخ مع يعني نفس اليوم على طول، الحصة الثانية والحصة الثالثة، او الحصة الاولى والحصة الثانية على طول، ايضا تقدر انت تضيف بنفس الطريقة هذه، ما راح يمنعك الجدول ان انت تضيف مادتين وراء بعض، طبعا لو كان عندك حصتين وراء بعض. لو اخترنا مثلا يوم الثلاثاء اللغة الفرنسية، يوم الاربعاء تاريخ، و بالطريقة هذه فقط نعبي الجدول. لو مثلا هني عبينا وحطينا اللغة الفرنسية بالغلط، نقدر نضغط على لو احنا ما نبي نمسح الجدول كله، مساعة تعلمنا شلون نمسح الجدول كله، ولكن انا لو ما ابي امسح الجدول كله وفقط بمسح هذه اللغة الفرنسية اللي انا اخطأت في وضعها او ما حطيتها بالمكان الصحيح، فمعناته اضغط على اللغة الفرنسية وبعدها اضغط على تفريغ الخانة، فمعناته أنا مسحت اللغة الفرنسية. وبنفس الطريقة لو بمسح مثلا التاريخ اللي ضفتها في يوم الاثنين الحصة الثانية، أقدر أضغط أيضا تفريغ الخانة وبعدها راح تتفرغ الخانة عندي. فهذا الجدول الفصل الثاني محفوظ، لو أنا خرجت ورحت للفصل الأول ورجعت للفصل الثاني راح ألقى أن الفصل الثاني محفوظ. فلو رجعنا إلى الفصل الثاني راح نلقى أن الفصل الثاني جدول محفوظ وما ينمسح. طيب لو حبينا الجدول الدراسي الأول، لو نبي نضيف المواد احنا ونبي نعدل، فأيضا نقدر نضيف مادة جديدة عن طريق الزر هني أو من أيقونة settings وبعدها نروح للمواد التي تدرسها ونضيف المواد اللي نحتاجها. فلو حبينا نضيف من هني مثلا راح أقول الأحياء دكتور أحمد مثلا وحطيتها باللون الأصفر.
هذه الألوان طبعا لو أنا لاحظوا نسيت أحط القاعة، فلو حبيت أنك أنت تغير القاعة أو تبي تعدل مكان القاعة تقدر عن طريق زر سيتينج فقط أنك تعدل وقت أو مكان القاعة، فتروح للمواد التي تدرسها وتضغط على الأحياء دكتور أحمد، ولو سحبتها إلى اليمين طبعا تقدر تعدل فتضيف القاعة اللي أنت موجود فيها مثلا 290. طيب لو أنت مثلا سحبت مادة الحاسوب عند دكتور عمار وحبيت تمسحها من الجدول، لكن لو نلاحظ أن احنا مثلا ضفنا يوم الأثنين مادة الحاسوب عند دكتور عمار وجيت أنا ومسحتها من المواد اللي أدرسها، يعني ما قمت أدرسها خلاص مسحتها من الجدول، فراح أضغط أسحب يمين وأمسح حاسوب بضغط حذف، فنلاحظ أن لو أنا حذفت المادة من المواد اللي أدرسها راح تنحذف تلقائيا من الجدول، فمعناته لو أنا سحبت المادة ما يحتاج أن أنا أروح أمسح المادة من الجدول، لا راح ألقى أن الجدول تلقائيا يمسح لي المادة اللي أنا سحبتها أو اللي أنا ما أحتاجها خلاص، أو سحبت الكورس أو سحبت المقرر. هذا لو كنت أنت طالب طبعا. أيضا لو كنت معلم وكانوا معطينك صف أو كانوا معطينك حصة وأنت ما تبي الصف هذا أو بعدها شالوا منك الصف، فتقدر تمسح الصف وبعدها يروح الصف من الجدول، فما لا داعي أن أنت تمسح وتشطب وترد تكتب مرة ثانية. فهذا البرنامج يتيح لك كل هالأمور بدون تعب. طيب لو بس نبي نرتب الجدول عشان نعرضه بطريقة يعني أوضح من هذه الطريقة، لأن لو تلاحظون لازم نمشي يمين ويسار عشان تظهر لنا جميع الحصص. طيب لو ضفت مثلا هني اللغة العربية نفس الطريقة الأحياء مثلا، فهذه مجرد فقط تعبئة للجدول. طيب لو حبينا نعرض الجدول بطريقة يعني تظهر جميع المواد فيها، فراح نروح من منطقة التحكم ونشيل الدوران أو القابلية للدوران، فلو لفينا احنا الشاشة راح نلقى ان الجدول راح يظهر لي او تظهر لي جميع الحصص في الجدول مع ايضا القاعات لو تلاحظون، فاسم المادة مع القاعة الموجودة فيها، وطبعا مع الوقت انت راح تتعود على الالوان، يعني انت عارف خلاص اللون الاصفر معناته مادة الاحياء، اللون الوردي مثلا مادة اللغة العربية، الاحمر مادة اللغة الانجليزية، والازرق هو مادة او هي مادة الوسائل. فكل هذا احنا نقدر طبعا نسويه من الجدول او نشوفه من الجدول، مع طبعا لو تلاحظون تحت ارقام القاعات. طيب هذا لو انت كنت مثلا طالب وحاط جدولك، اما لو انت كنت مثلا معلم وحاب تحط مثلا جدول كمعلم، ايضا تقدر تضيف مثلا انت معلم لمادة الكيمياء مثلا، فتضغط اضف جديد وتضيف جدول مثلا الكيمياء او جدولي الدراسي، تسميه جدولي التدريسي. لو كنت طبعا تحاب تضيف صورة فتقدر تضيف صورة. طبعا لو ضفت الجدول التدريسي وحبيت تضيف مثلا في يوم الأحد فتضغط على أضف مادة جديدة، المادة أو المحاضرة، أنت طبعا تقدر تكتب الكيمياء والصف وهو مثلا 12 علمي 4 مثلا وتخليها باللون البنفسجي، مادة جديدة مثلا الكيمياء تحط مثلا 10 أول، المادة الجديدة الأخرى طبعا الكيمياء، وليكن مثلا حاط 12 علمي 4 أو 12 علمي 3، نغير اللون. ولو حبينا نضيف مثلا الكيمياء 11 علمي 3 مثلا وحبينا نحطها باللون البرتقالي مثلا، فلو يعني بنعبي الجدول احنا اخترنا مثلا يوم الاحد كيمياء او يوم الاثنين عفوا الحصة الاولى كيمياء 12 علمي 4، لو حبيت الحصة الثانية مثلا تختار 10 اول، لاحظوا انه طلع باللون الابيض لان احنا اخترنا اللون الابيض، كيمياء 12 علمي، كيمياء 12 علمي 4، لاحظوا ان الحصة الاولى كانت 12 علمي 4 والحصة الرابعة 12 علمي 4، فالبرنامج ما يمنعك من انك تحط نفس المادة لصفين في يوم واحد. طيب لو حبينا يوم الأحد نغير مثلا اخترنا 11 علمي 12 علمي مثلا 12 علمي مرة ثانية
لو مثلا انا مختار 12 علمي، 12 علمي 3، 11 علمي 3، 10 اول مثلا، 12 علمي 3، 11 علمي 3 مثلا، 12 علمي 4. طيب مثلا لو انا حطيت مكان 12 علمي 4 بالغلط، كنت ابي احط 11 علمي 3، اقدر اضغط على 12 علمي 4 واختار 12 علمي 3، فراح تتبدل من الجدول الى 12 علمي 3. فكل هالامور طبعا انا اقدر اسويها عن طريق هذا البرنامج. طيب مثل ما قلت لكم ساعه، لو احنا حذفنا ماده من عندنا ما نبي ندرسها خلاص او لغوا الصف منا، نقدر نروح لزر التعديل، وعن طريق زر التعديل هذا اقدر انا اروح للمواد اللي ادرسها وامسح 11 مثلا او 10 اول بالسحب الى اليمين واضغط حذف، فحذف الماده. لو حذفت المادة ورجعت للجدول راح نلاحظ ان كل الايام اللي كان فيها 10 اول كيمياء انحذفت من الجدول عندي. فهذا فيما يخص تعديل الجدول. طبعا لو انت تبي تمنع اي شخص انه هو يعدل الجدول راح تضغط على الايقونة فوق فراح ينقفل الجدول. فلو انت فقط تقدر تغير مكان الجدول او تشوف الحصص يمين ويسار، ولكن لو ضغط على الجدول ما راح تقدر تغير اي شيء في هذا الجدول. اما بالنسبة لل الايقونة الاخيرة اللي هي ايقونة علامة الاستفهام، فهذه الايقونة توريك لو انت مثلا حاب تغير في الاعدادات اللي هو تحديد بداية الاسبوع وتوقيت الحصص وعدد الحصص في اليوم، او ادارة جداولك لو انت حاب تغير مثلا من جدولك التدريسي او جدول الفصل الاول او جدول الفصل الثاني. ايضا تقدر تفتح تحرير الجدول، يعني ان تقدر تتغير هذا الجدول، تضيف بعض التعديلات عليه وتضغط بعدين على المكان اللي انت تبيه لو حاب تغير المحتوى. طبعا اقلب جهازك لرؤية كامل الجدول، يعني لو انت قلبت جهازك وسمحت له بالاستدارة فمعناته انت تسمح لجهازك انه يشوف الجدول بصورة اكبر او بطريقة افضل. يعني لو رحنا من منطقة التحكم وسوينا بهالطريقة راح نشوف ان الجدول اصبح بشكل افضل. فهذا فيما يخص طبعا فيما يخص البرنامج. برنامج يغنيكم كمعلمين وكطلاب عن الأوراق وعن طباعة الأوراق والتعديل عليها. فهذا البرنامج كله أو كل شيء تقدر تسويه عن طريق هذا البرنامج من جداول دراسية وجدولك كطالب وجدولك أيضا كمعلم. فهذا البرنامج مفيد جدا للطلاب وللمعلمين كذلك ولأولياء الأمور اللي ممكن يتابعون حصص أبنائهم. فهذا فيما يخص برنامج الجدول. أتمنى أني وفقت في شرحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.